لا تزال تركيا تحت خطر الزلازل، فاليوم ضرب زلزال جديد بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، وقع على عمق 7 كيلومترات شرقي تركيا. بدورها أفادت إدارة الكوارث التركية في بيان بأن الزلزال كان مركزه مقاطعة ملاطيا، وأوضحت أن الزلزال الجديد تسبب في انهيار 22 مبنى ودخول 70 شخصا إلى المستشفيات، مؤكدة مقتل 2. وبعد وقوع الزلزال الجديد أظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل مشاهد لمبان باتت ركاما على الأرض في ثوان وسط ذهول وصدمة من قبل الحاضرين. كما وثق أحد السكان من شرفته صورا لانهيار مبان في المدينة والدخان الأبيض يغطي المنطقة.